مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. نعرض لكم اليوم برنامجا يدور حول مؤتمر الشكر والسلام الذي أعده المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لمدينة فنفنة أو أديس أبابا تحت شعار الصفة التالية للتغييرات الشاملة بقاعة الألفية بالمدينة يوم 21 من جماد الأول 1445 هجري الموافق 5 من شهر ديسمبر 2023. فابقوا معنا. حضر المؤتمر الشيخ حجي إبراهيم رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لإثيوبيا ورؤساء مجلس كل الأقاليم بما فيها مجلس إدارة مدينة دير دوا وعمدة مدينة فنفنية السيدة دانة أبيبي وأعضاء مجلس المؤسسات الدينية لإثيوبيا وقادة الحكومة الكبار والوزراء وسفراء الدول المختلفة لدى إثيوبيا والدبلوماسيون ورئيس منظمة بدر الدولية التابعة للمسلمين الإثيوبيين ورؤساء البنوك غير الربحية والضيوف المدعوون وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. የተገኙት ሩፋቶችን የማመስገንና ለሀገር ሰላም በጋራ ዘብ የምንቆምበት ለሆነው ቀጣይ ምዕራፍ የተሰነው የምስጋናና የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ለመታደም እንኳን አላህ አደረሳችሁ አደረሰኝ። استهل كلمته رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمدينة فنفنية الشيخ سلطان أمان إيبا بتهنئة المسلمين لوصولهم إلى هذا اليوم التاريخي، وذكر أن إعداد هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم الشكر للحكومة لتلبيتها مطالب المسلمين وللحفاظ على البلد سويا من خلال تحقيق السلام. وأكد أن تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للمدينة بطريقة جديدة من ثمار نضال المسلمين الإثيوبيين لعقود من الزمن لإنشاء مؤسسات تقوم بشؤونهم. ويعرف المجلس أن الإصلاحات الأخيرة في بلدنا جاءت بتضحية مريرة أخذت أرواح الأبرياء الكثيرين وهي أمانة الشعب، ولذلك يتعين على المجلس القيام بأعمال تواجه التضحية التي دفعها المسلمون من أجلها. ومع مرور سنة فقط على إصلاحه حاول المجلس تنفيذ واجب بات تردي مسلمي مدينة فنفنية في الفترة الوجيزة. وفي الصفة التالية يركز المجلس على الأعمال التنموية وبناء الوطن لتحقيق التغييرات الشاملة التي تتطلب إلى الزمن. ووعد الشيخ سلطان للعمل مع مسلمي المدينة في تطوير المجلس أكثر من أي وقت مضى، وأشار إلى وجود مطالب دينية وسياسية كثيرة يطرحها مسلمو مدينة فنفنية، وأبرزها الحصول على الأراضي وفق هيكل إدارة المدينة بأماكن مناسبة لبناء المكاتب الفرعية للمجلس. وأعرب عن أمله في أن تلبي الحكومة هذه المطالب في أقرب وقت ممكن. كما شكر عمدة مدينة فنفنية السيدة أدانج أبيبي باسمه وباسم المسلمين من سكان المدينة لإصغائها لمطالب المسلمين من يوم تسلمت مسؤولية إدارة المدينة. وذكر الشيخ سلطان أمان أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمدينة فنفنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا يعد مؤتمرات الصداقة المماثلة على المستوى الوطني، كمؤتمر تم إعداده بمدينة علي في محافظة مالي في أوروميا من قبل. ويميز هذا المؤتمر كونه أقامه المسلمون لتقديم الشكر للحكومة علنا لتلبيتها مطالبهم الرئيسية التي كانوا يطالبونها لعدة عقود، وكذلك للقيام بدور يليق بهم في الدعوة إلى السلام الذي تحتاج إليه بلدنا أكثر من ذي قبل. وقال الشيخ سلطان أمان أن التاريخ يشهد موقف المسلمين الإثيوبيين في إعطاء الأولوية للسلام منذ القدم، لأن السلام لب لديننا، كما دعا كل الأطراف المتنازعة الرجوع إلى طاولة المفاوضات لحل المشاكل سلميا. وذكر الشيخ سلطان أمان أنه انطلاقا
من وعد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في قاعة الألفية هذه فور مجيئه إلى قيادة البلد بدأت حكومته تلبية أهم مطالب المسلمين كالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا بعرضها على البرلمان وإصدار الإعلان بموجب مادة 1207 المادة الفرعية 7 كما سمحت حكومته كذلك تأسيس بنوك غير ربحية تعمل وفق الشريعة الإسلامية. وذكر الشيخ سلطان أمان منع الحكومة السابقة إنشاء بنوك غير ربحية بانتهاك الأوامر التي تسمح ذلك، وشكر الحكومة باسمه وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا وباسم مسلمي سكان مدينة فنفني، واختتم كلمته بالدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ومن جانبه ألقى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا الشيخ حجي إبراهيم تحفة كلمة تتضمن على النقاط التالية، وذكر للمشاركين أن مؤتمر الشكر والسلام هذا من ثمرة نضالهم وثمرة المستشهدين من المسلمين الإثيوبيين لمطالبة حقوقهم. وشدد الشيخ حجي إبراهيم على أهمية السلام للبلد لصعوبة العيش بدونه ووجود كل الأمور فيه، كما لا يستطيع أحد أن يخرج من بيته أو يرجع إليه ويتحرك للبحث عن الرزق ويتزوج وينجب ويقبل ثمرة فؤاده في غياب السلام. وقال أن اجتماع المسلمين بهذه القاعة الكبيرة بشكل بهيج خير شاهد على أهمية السلام، ولولاه لغبنا من هذا المؤتمر. السلام باهذ الثمر لطمع كل نفس إليه، ولا يخص الجهات المعينة، ومهم لكل شخص وكل أسرة وكل المجتمع على حد سواء. ودعا الشيخ حجي إبراهيم باسمه وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا إلى الاعتناء بالسلام الذي لا حدود له بغض النظر عن المفارقات الدينية والعرقية واللغوية والإقليمية. ويرى الشيخ حجي إبراهيم أن هذا المؤتمر لا يكفي لتقديم الشكر للحكومة، واستشهد بحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وقال: نشكر حكومتنا عندما تقوم بالإيجابيات ونعاتبها وننتقد منها عندما تسيء الأعمال وتؤسفنا، وهذا من واجبنا. وذكر الشيخ حجي إبراهيم مرور المسلمين الإثيوبيين بتحديات لا تحصى في الأنظمة السابقة، ولا يعقل التجمع في القاعة كهذا اليوم. وعلى سبيل المثال، قبل سنوات كانت الحكومة لا تسمح التجمع حتى لنفر قليل من المسلمين، ولذلك يقدر المسلمون حقوقهم ويشكرون الحكومة عليها. وأكد الشيخ حجي إبراهيم أن هذا اليوم بمثابة العيد للمسلمين الإثيوبيين، ولذلك شارك الآلاف في مؤتمر الشكر والسلام حتى كادت القاعة لا تتسع لهم من كثرتهم، ولهذا المؤتمر رسالة كبيرة. وكشف الشيخ حجي إبراهيم تهفى عن خطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا لإعداد هذا المؤتمر منذ مطلع الإصلاحات في بلدنا، وأمر المشاركين بتقديم الشكر للحكومة بالوقوف عن مقعدهم، وأعرب المشاركون عن فرحتهم بتكبيرات وهتافات هزت القاعة وبتلويح الأعلام الإثيوبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأشار الشيخ حجي إبراهيم إلى خطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا لعقد المؤتمر القادم بمحافظة جما في إقليم أوروميا. وأخيرا أوصى الشيخ حجي إبراهيم باسمه وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا الجهات المتنازعة بأن تفضل الحوار بدل الخوض في الحروب المدمرة للبلد، وطلب من الحكومة تسهيل الأمور. كلهم ودو ييت اندمتا ጥሪየን አቀርባለሁ መንግስትም ቢሆን ይሄንን ሁኔታ እንዲያመቻች በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት ወዳለሁ ክብር ዶክተር ወይዘሮ አዳነች አበበ ወደዚህ የሐላፊነት ቦታ
كمتو جيزي جمرو كأديس أبابا سلمنا قدائج كفتنيا مكر بيتغار بكر بد سيسارو قويتوان. وذكر الأستاذ محمد أباتا رئيس قسم إدارة المؤسسات بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لمدينة فنفنه قيام عمدة مدينة فنفنه أن سيدة أدانج أبيبي بأعمال تلبي مطالب المسلمين وتعاونها مع المجلس. وأصدرت إدارة مدينة فنفنه الخرائط لمساجد قديمة بالإضافة إلى المساجد التي لا توفي المعايير ولا تملك رخصة البناء، كما أعدت أكثر من 10 أماكن لحل لمشاكل افتقار مسلم المدينة إلى مراكز الخدمات الدينية. واجهت إثيوبيا للفوت المستمرات بفدري منجست فتان ملاش كتسات باجوا أبيت مهبراوي إقonomي وسانج مكاكل بشريعة مريح مسارات ملو بملو ولا دالباي هونو بانكوج عندي كوبا منا ودسران ديجو مدرجو عندونو. ونيابة عن البنوك غير ربحية، ذكر رئيس مجلس إدارة بنك زمزم الدكتور ناصر دينو سماح الحكومة بسرعة إنشاء بنوك غير ربحية تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهي من أهم مطالب اجتماعية واقتصادية لمسلمي إثيوبيا. وأشاد الدكتور ناصر دينو بدور رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وحكومته في اتخاذ هذا القرار التاريخي، وكذلك الجهات التي تعاونت مع الحكومة في تنفيذه. وشكر الدكتور ناصر دينو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمدينة فنفنه لتنظيمه مؤتمر الشكر والسلام بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال أن البنوك غير ربحية من بين مطالب أساسية رفعها المسلمون الإثيوبيون منذ القدم للمساهمة في الأعمال التنموية والاقتصادية كباقي الإثيوبيين إلى أن تأتي الحكومة الحالية التي استجابت لمطالبهم. وعرب الدكتور ناصر دينو عن تحقق هذا لمعرفة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مدى أهمية البنوك لدعم اقتصاد بلدنا ووضع بصمته باتخاذ قرار لا ينساه التاريخ، وقدم له الشكر باسم بنوك زمزم والهجرة وراميس وشبلي وزبائنها. وهنا مرة أخرى رئيس الوزراء لحصوله على جائزة التمويل الإسلامي العالمية لعام 2022 في السنة الماضية، وشكر كل الذين بذلوا قصارى جهدهم ودفع التضحيات لتحقيق هذا الهدف من الخبراء ورجال الدين والدعاة والمغتربين الإثيوبيين والمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية لإثيوبيا. وكشف الدكتور ناصر دينو عن إيجابية علاقة البنوك غير ربحية مع البنوك الأخرى، كما أبلغ المسلمين عن استعداد بنوكهم للتعاون على المصالح المشتركة. وطلب الدكتور ناصر دينو من الحكومة بأن تعيد النظر في القوانين المالية المحتاجة إلى التعديل، وتراجع ظروف البنوك غير الربحية عند إصدار الإعلان والقوانين والأوامر كضريبة القيمة المضاعفة وعقد الوكالة. وأوصى الحكومة كذلك بأن تدرج الخدمات المصرفية الإسلامية والموارد المالية والاقتصاد الإسلامي واقتصاد الحلال وغيرها إلى مؤسسات التعليم العالي في البلاد. ونبه الدكتور ناصر دينو الحكومة إلى مراجعة الرأس المالي 5 مليارات بر والزمن المحدد لدفعها، وقرار البنك الوطني الجديد الذي ينص على أن يكون أقصى سقف التمويل 14%. وكما تستفيد إثيوبيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، دعا الدكتور ناصر دينو الحكومة إلى السعي لتكون إثيوبيا العضو الدائم في البنك الإسلامي للتنمية حتى تستفيد من برامج تقليص الفقر وبناء القوى البشرية والأعمال التنموية التي يقوم بها البنك الإسلامي. ودعا الدكتور ناصر دينو وزعماء الأديان والدعاة والخبراء والمغتربين الإثيوبيين ورجال الأعمال وزبائن البنوك بما فيهم أصحاب الأسهم إلى شراء الأسهم الإضافية وفتح حسابات التوفير وإيداع أموالهم في البنوك غير الربحية والعمل معها. وأكد الدكتور ناصر دينو أنه إن تم تطبيق ما ذكر أعلاه ستصبح إثيوبيا مركزا للاقتصاد الإسلامي في إفريقيا، وتعهد للعمل بكل طاقاته لصالح نهضة بلدنا. وأخيرا شكر رئيس الوزراء أبي أحمد لدوره البارز في تأسيس البنوك غير ربحية، وكذلك وزير المالية والبنك الوطني. شريان مره يدرق ملو بملو ولد البابانكوش اندي مسارتنا ودتكبار اندي قبو يأمبساون درشا يتوتوت يأفدري تقلع مستر كبور دكتور
አብይ አህመድ የገንዘብ ሚኒስተር እንዲሁም ለብሔራዊ ባንክ ከፍ ያለ ምስጋናችንን በታላቅ ትህትናና በአክብሮት በድጋሚ እንገልጻለን وقدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا الجائزة لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ولعمدة مدينة فنفنيا سيدة أدانج أبيبي لدورهما الكبير في تلبية مطالب المسلمين بعد الإصلاحات وأبرزت السيدة أدانج أبيبي النقاط التالية في كلمة ألقتها أمام مؤتمر الشكر والسلام الذي أعد بقاعة الألفية تحت شعار الصفحة التالية للتغييرات الشاملة شكرت المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإثيوبيا لجائزة قدم لها سلتدرق اللنج مسقانا زكبية كالبي أما سقنا له عندي عينت وقنا كبر مانيت تلك كبر ستأولا تلك كبر ستأولا وذكرت مرور البلاد في الإصلاحات المستمرة على الرغم من التحديات وأكدت أن الإصلاحات الأخيرة في البلاد لم تحققها الحكومة بوحدها وهي ثمرة الدعم الذي قدمه المسلمون وتعاونهم مع الحكومة ودعائهم للبلد وانتقاداتهم من الحكومة وذكرت أدانج أبيبي بذل المؤسسات الدينية جهودا كبيرة لإحلال السلام في بلدنا بضبط النفس وب إعداد برامج الدعاء وخاصة في مطلع الإصلاحات حين كان الكثيرون قلقين جدا من تفكك البلاد أو فشل الإصلاحات في مهدها وشهدت السيدة أدانج أبيبي للمسلمين وقوفهم بجانب الحكومة في الظروف الصعبة أيام تعرض البلاد للمؤامرات الداخلية والخارجية باستغلال كل مناسباتهم وأعيادهم لأمن البلد ووحدتها واختتم المؤتمر بإعطاء جائزة قدمت البنوك غير ربحية لرئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد وتسلمت الجائزة عمدة مدينة فنفنيا السيدة أدانج أبيبي نيابة عن رئيس الوزراء وأعرب المشاركون في المؤتمر عن سعادتهم هكذا حاليا نحن في قاعة الألفية في أديس أبابا إثيوبيا بمناسبة حفلة للسلام الذي أعدته المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا وبالتعاون مع مجلس الأعلى الفيدرالي ونحن نشعر بفرح كبير على هذه الفرصة نحن نعرف من التاريخ الذي مضى ما وجدنا هذه الفرصة من قبل فلذلك نشعر بفرح كثير الحمد لله هذا اليوم بأمر الله وبإذنه سبحانه وتعالى قد التقينا في هذا المجمع الإسلامي الكبير الحمد لله رب العالمين نشكر على القائمين على هذا الاجتماع وعلى هذا المحاضرة القيمة إن شاء الله تعالى جزاهم الله خير ينبغي لكل المسلمين أن يشكروا الله تبارك وتعالى على مثل هذا الاجتماع ونرجو من الله تبارك وتعالى أن تستمر هذه مثل هذه الأشياء وأنه ينبغي للمسلمين جميعا أن يحمدوا الله تبارك وتعالى ويشكروه على مثل هذه وهذه فرصة لا بد من أن يغتنموا بها وأن يحرصوا عليها ويستمروا عليها